بحييكم مشاهدينا عبر الـ MTV دايما الحل عنا، وبعرف الكل عم بتابع هلا كل ما يجري من باليونسكو، لانه من هذه جلسه تشريعية كانت عليها الرئيس نبيه بري. اكيد يلي بدهم يعرفوا مجرياتها اكيد نحن عم ضل نعطيها على الام تي في، وبالتالي قانون العفو تاجل بعد الظهر للجنه تدرسه، ولكن لافت اليوم باقرار طبعا مجلس النواب اقر القانون الرامي الى الاجازه لمؤسسات التعليم العالي، تنسيب تلامذة صف الفريشمان في العام الجامعي 2020-2021 وإن كانوا ما نجحوا بعد بامتحاني الكفاءة والتحصيل. ولكن أنا بالبداية كمان حبيت أني أنقل شغلة وردت اليوم وصلت لي، أحدهم بيكتب: أشكر كل من ساهم معي بالتوسط لدى مدير فرع بيع الدجاج لإعطاء 2.5 كيلو صدر دجاج، يعني وكان بعد ناقص هاللبناني كمان انه نتوسط نشتري صدر دجاج. قد ما بدكم، مثل ما قال تقرير الام تي في امبارح، قد ما بدكم كيلو شيش طاووق، واشتروا الكيلو ب 29,000 ب 30,000، بس انكم تلاقوا صدر دجاج تعملوه انتم بالبيت على ذوقكم. ممنوع ناكل صدر دجاج نحن اللبنانيين، لان في بعض التجار وبعض الناس يلي طبعا بهمهم الربح السريع على لقمه الناس. فإذا بتريدوا تركوا لقمة الناس، بيكفيها تعب وعرق وخوف وقلق وبطالة، وقديش في ناس عم بتشيل هاللقمة حتى تساعد غيرها، قديش في ناس عم بتشيل من هاللقمة حتى تترك ليوما ما لشيء إذا اضطرت لا سمح الله لدواء إذا لقيته، لمستشفى إذا استقبلتها. بعد في صدر الدجاج ما تلعبتوا فيه، يا عيب الشوم. أكتر شيء بقدر أقول يا عيب الشوم، وقدي بدنا نحن نشغل المراقبين في وزارة الاقتصاد. يعني من المعيب نشغل مراقبين اللي نروحوا شوفوا لنا ونن صدور الدجاج. ليه ما في ابدا بالمحلات اللي لها بالعاده تبيع صدور الدجاج؟ بتبيع دجاج مثل ما بنشتري البيض، بنشتري الفروج، بنشتري الدجاج المقطع، بنشتري. وين عم بيروحوا الصدور؟ بنلاقي فخاد كثير، وبنلاقي كمان قد ما بدكم شيش طابوق فروج كمان الى حد ما، ولكن صدور الدجاج ولا عم بيروحوا؟ في حدا يخبرني؟ بكل الحالات هذا كمان مجددا برسم حمايه المستهلك، ولكن الاهم اذا ما كان عندنا ضمير وما عندنا هيك شويه وطنيه، هيك نحس ببعضنا اكثر، خصوصا بالوجع يلي كله يعني كثير موجوعين نحن اللبنانيين. ما فينا نلتهي بهذا الموضوع، ولكن موضوع مهم حبيت اني احكي فيه ببدايه الحلقه. معلومه بمعلومتنا لليوم صدر عن المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة بيان بيقول: نظراً لتعرض 3 من العاملين في تعاونية موظفي الدولة مبنى الإدارة المركزية في منطقة الدورة للإصابة بفيروس كورونا، وحرصاً على سلامة موظفيها والوافدين إليها، تعلن إدارة تعاونية موظفي الدولة الإقفال المؤقت في مبنى الإدارة المركزية، وذلك بدءاً من صباح يوم الخميس الواقع فيه 1 تشرين الأول 2020، ولغاية مساء الأحد 4/10/2020، كي تتمكن التعاونية من متابعة طبعاً الإجراءات الوقائية الضرورية لإجراء فحوصات PCR اللازمة. إن إدارة التعاونية ترجو المستفيدين من تقديماتها تفهم هذا الإجراء الوقائي، وبتشكرهم بضرورة اتخاذ تدابير الحماية يلي بتعلنها الجهات الصحية المختصة، وعدم الدخول إلى مباني التعاونية دون وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة. مدير العام دكتور يحيى خميس. طبعا نحن في كثير من الإدارات الرسمية اليوم، ليس فقط في بيروت، حتى بالمحافظات تقفل قسرا بسبب إصابة بعض موظفينا تتاخذ إجراءات التعقيم وغيره. ولكن نحن كمان بهمنا، لأنه لما عم بيصير هالإصابات، لأنه عم بتشوف خصوصا، مش عم بحكي عن التعاونية، عم بحكي بأماكن تانية، عم نشوف باكتظاظ وعم نشوف وحكينا عنها بالعدلية، بالتربية، ببعبدة، يعني حكينا بعدة مطارح.
كأنه مش متخذ الإجراءات اللي لازم تتخذ. أول شيء في ضغط كتير برا، وشي واقف حد التاني وما في تباعد، ومرات درك بيحمل الملف وبيطلع بيعمل وبينزلون، يعني في كتير من الفوضى، مع العلم أنه لازم كل إدارة كانت تنظمها بطريقة قديه بتستوعب تفوت ناس واحد واحد واحد، ولو تأخروا الناس برا، ولكن لما بتنظمهم 10 10 أو 5 5 أو 4 4 بفتكر نقدر نحمي حالنا. أولا تباعد، الكمامة ضرورية هيدا، وأكيد غسل اليدين والتعقيم الموجود. وفي شيء أهم من هيك كانت طلبته طبعا موظفي الدولة، يعني لجنة الموظفين كانوا طالبين ينحط هيدي هالشاشة البلاستيك أمام خصوصا الموظفين اللي هن بتعاطي مع الناس، مع هيك كلنا بنعرف يكون في إلها فتحة حتى هيك ما بيصير في احتكاك بالكلام، حتى ولو كان في كمامة أقله في تعقيم، شو ما انعطى ورقة شو ما اتاخذ. كمان هيدا إجراء ما بعرف قديش بيكلف الدولة، ولكن يمكن ما رح يكلف الدولة أكثر ما عم بيكلفها تأخير بمعاملات الناس، وتأخير أكيد بأمور الناس ضروري أنه تقوم فيها. يعني ما فينا نوقف الدولة ولا مؤسساتها بسبب الكورونا يلي اليوم نحن مضطرين نتعايش معه، ليصير في لقاح ولا كمان تثبت العلاجات، يعني في وقت طويل. من هيك خلينا ناخذ هالإجراءات لو كلفت اليوم، بس نستفيد منها بصحة الناس، بالفاتورة الصحية، وطبعاً نكون عم نتقدم كتير بين الدول يلي عم تاخذ الإجراءات الصارمة بموضوع الكورونا. متابعات بمتابعتنا لليوم، طبعا اتصالاتكم على 04-444-444. وانا بدي اشكر الاستاذ قاسم ابي علي اللي كان ضيفنا امبارح، ويلي حكينا عن ال 55,000 قسيمه غذائيه للفقراء، وبالتالي تقديم الطلبات مستمر بكل مراكز، ب 141 مركز للشؤون الخدمات العامه او الشؤون الاجتماعيه بالمناطق اللبنانيه. هلا امبارح كتير اجا اتصالات وين موجودة المراكز، لأنه في عنا 300 مركز، ولكن من بينهم في حوالي 140 مركز هن يلي بيقبلوا هالطلبات. حتى لما بتقدم الطلب العاملة الاجتماعية بتزور أكيد هالناس ببيتهم، في استمارة حوالي 55 سؤال حتى يتكون الملف، بتروح الداتا كلها بتتغربل، وأكيد كل من له طبعا النصيب والحق تصلوا هذه القسيم بصير تتجدد تلقائياً. نحن رح نحط على صفحة الحل عنا على الفيسبوك، فيكن تشوفوا المراكز بكل المناطق مع أرقام التليفونات، لأنه هي لايحة كتير طويلة، وساحة إذا بدي حطها على الشاشة بتاخد وقت، لأنه حتى الواحد يقدر يشوفها ونمرقها. من هيك رح تكون موجودة على صفحة الحل عنا على الفيسبوك، وأكيد إذا حدا بحب يتواصل معنا، بحب يعرف عن أي مركز نحن حاضرين، أكيد نعطيه رقم التليفون واسم المركز بالمنطقة اللي هو قاعد فيها. وبدي أرجع أشدد على الموضوع أنه مش عيب أنه نحن نروح نتقدم حتى نحصل على هالقسيمة، لأنه المقصود من هالقسيمة هيدي مش أنه نعود الناس، أنه إنما تنطلع من أزمة وترجع الناس تستعيد حياتها الطبيعية وحياتها إن شاء الله هيك ببحبوحة أكتر. ولكن اليوم قصرا في عائلات، إن كان بطالي إن كان صار شيء تخربط بالعيلة، أكيد نحن لازم يكون إلى جانب بعض. والدولة اليوم مشكورة مع المنظمات الدولية من اتحاد أوروبي، نرويج، إيطاليا، يلي هن مساهمين بهالبرنامج هيدا، إنه يساعدوا الشعب اللبناني اللي صار تحت خط الفقر وما أكترهم. وهون برجع بذكر كمان يلي بدهم يعرفوا إنه العيلة مبدئيا بيطلع لكل شخص بالعيلة 70,000 ليرة باليوم، ولكن لست أشخاص، يعني إذا في عائلة عايشة مع بعضها فوق الست أشخاص رح يطلع فقط للست أشخاص، وإذا ستة بيطلع للستة، إذا أقل أكيد رح يطلع لكل شخص من أفراد العيلة، على أمل أنه طبعا يعني يبدأ تطبيقها سريعا قبل الشتاء. وبعرف أنه هي المواد الغذائية الأساسية يلي هي رح تكون بمتناول هالبطاقة هاي وهالقسيمة هاي. إن شاء الله أكون أعطيت خلاصة حلقة امبارح، لأنه كتير إجا اتصالات وكتير ناس حبت تعرف أكثر عن الموضوع. الاتصالات إذا بلشت ببلش بأول اتصال. ألو 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 ألو، تفضلي مدام، تفضلي. مدام ريبيكا. نعم. أنا مواطنة لبنانية. نعم.
بدي اقول لك انه في ثلاثة سوبر ماركت هون بالمتن. نعم. اذا بقول لك سرقة على المكشوف يعني افتكري انه الترتينة المدعومة حطينا 6 حبات ب 8500، امبارح رحت على مطرح بالخنشارة اخذتها ب 6000 من قطع. وبعدين الصابون الهايجين جيل ما 25000 اخذته من هاي الدكان ب 13000. بدي اقول لك شغله، يعني سرقه شيء ما بيتصدق، شيء ما بيتصدق. حضرتك عم تحكي وين هو مستر ابو حيدر؟ وين هو يلي عامل حاله انه هو عم يكشف وعم يروح وبتحمس وانه هو كان كمان معتاز وبيعرف شو يعني؟ كيف بدها تاكل وتشرب العالم؟ شو هالجلاطه هاي؟ لا بدي لك انا بعرف، بس انا بدي لك شغله، انا بشكرك انك اتصلتي وحكيتي على الهوى، لانه هيدي الاسعار المدعومه هي نفس المواد اللي رح تشوفيها بالسوبر ماركت. يعني مش حيكون في صنف مدعوم بالسوبر ماركت وصنف تاني مدعوم غير، لا هن موجودين صاروا على بكل المحافظات وبكل السوبر ماركت والمحلات يلي بتبيع اكيد مواد غذائيه. بس انا بدي اطلب منك كمان تطلبي ال 1739 وتبلغيهم، لانه هلا نحن اقتصاد حر صحيح، ولكن نحن ما فينا نتلاعب بهذا الموضوع بين 4 قطع و8 قطع وبين سعر دوبل على شغله، هيدي اكيد مرفوضه. نحن بدنا نساعد حمايه المستهلك، بدنا نساعد مستر ابو حيدر، وبدنا نساعد المراقبين، وبدنا نتلفن، وبدنا نضم نحكيهم ونخبرهم حتى يقوموا بواجباتهم، وهيدي واجباتهم بالحقيقه، هذا اللي لازم يعملوا. انا بشكرك انك اتصلتي، وبتمنى على السوبر ماركت الثلاثه بالمتن يلي حضرتك ما قلتي اسمهم، ولكن بيعرفوا حالهم، يعني رجعوا عيدوا النظر شوي بموضوع المواد المدعومة الغذائية حتى المواطن اللبناني يكون على كل حال عم يستفيد، لأنه هيدي مدعومة من مصرياته بالنتيجة. بأخذ اتصال تاني. ألو. أهلا تفضل. مرحبا مدام ربيكا. نعم. معي كون مواطن من منطقة دير قوبي الشويفات. ايه أهلا وسهلا. أنا يمكن دقيت كذا فترة بخصوص موضوع سيارات سبق بمنطقة دير قوبي الشويفات سبب إزعاج للمواطنين. نعم، هلا أني بعد ماشي الحال سيارات السبق؟ بعدها صار لها 5 سنين، وبلدية دير قوبل وبلدية الشويفات عندهم يعني علم بهذا الأشخاص، يعني هي أكثر من سيارة. نعم. سيارة زرقاء وسيارة حمراء وسيارة بيضاء. نعم. هيئتهم لنفس الشخص حتى ما عليهم نمر سيارات. كمان يعني زيادة. كمان أضرب يعني يعني بالمناطق في كثير عم تصير خوف من السيارات البلا نمرة وما حدا عم يعمل شيء. يعني هن كمان الإزعاج عم بيكون بالسرعة ما هيك؟ بالسرعة وبتسابقوا بالليل وبالنهار وخلال حظر التجول وبلا وبيبروا حد شرطة البلدية وبشوفون الشرطة وبسلموا عليهم وبيبروا حد وما بيعملوا أكيد بالشيء. لأنه شرطة البلدية سهرانة بالليل بدها تتسلى هي كمان، يعني صير لها سبق وتسلم على الشباب ويا ريتنا مطرحكم يا شباب ولا أيوة. على اللبناني أيوة. يعني أكيد وحكينا مع البلدية دير قوبل وحكينا مع بلدية الشويفات قال هن عندهم علم فيهم وما عم يعملوا شيء، هاتهم يا مدعومين يا ما عم يقدروا يعملوا شيء، في بعض المواطنين بالمنطقة جربوا يحكوا معهم حتى هددوهم كمان، يعني فوق كل شيء هددوهم. وفي ناس كثير صار معها حوادث انه اجت الاسعاف نتيجه معهم مرض بالقلب او عندهم اولاد صغار. اصلا بدي اقول لك شيء كثير اكيد، اولا يعني. مش مفروض يكونوا بلا نمر، اثنين الليل هو للراحه مش لازعاج الناس، ثانيا اللي بده يتفاصح ويشوف حاله انه هو قوي كثير ومهم كثير في اوقات محدده في مطارح محدده للسباقات يروح عليها، بس مش مضطر يقلق راحه الناس، في مرضى في موجوعين، في الليل هو للراحه والناس بتقوم ثاني نهار على اشغالها. وبعرف قديش الناس بهالايام كمان يعني راسها مش حملها هي باللبناني، قد ما تعبانه وقد ما خايفه وقد ما عم بفشي سر، أنا قد ما بقدر بدي وصل صوت الناس وقد ما بقدر بدي أحمي الناس، لأنه الناس بهذه الظروف المحيطة فينا واللي عم بتصير كل يوم مننام على شيء منقوم على شيء أكبر مما نحن منتوقعه، ما بفتكر لبناني بعد راسه قادر يحمل سيارة عم تعمل سبق بالليل وعم تعمل تشفيط وعم تعمل عرضات على مين ووين. أنا بتمنى على بلديتي الشويفات ودير قوبل اليوم قبل بكرة ياخدوا إجراء فيهم أكيد، وإلا شو نحن صرنا بدولة شو؟ اي دوله. انا بشرك على الاتصال كمان تليفون كمان باخذ اتصال ثاني. الو تفضلي. يعطيك العافيه مدام ربيكا. اهلا.
عم بحكيكي انا مدام منشان الافاده تبعول شهادات وزاره التربيه. اي انا عندي ابني تخرج هلا يعني بكتو. وعلقنا بمشكله كثير كبيره، رحنا على الجامعه تنسجل بيقولوا لنا انه بدنا تجيبوا الافادات مصدقه. رحت امبارح على وزاره التربيه بيقولوا لنا نحن ما دخلنا، بتروحوا على المجلس على القضاء المستعجل. رحت على المحكمه كل حدا يبعتني على ميل. بالاخر لما عم بحكي مع المدرسه قال لو شو ما عملتي بدك تسكري باقي القصص اللي عليكي والا ما بتحصلي على شيء. طيب خليني شغلي، شو دخلت القضاء المستعجل بقضيه؟ حسب ما هن بيقولوا بوزاره التربيه انه هن ما بقى دخلهم بقصه الجامعه، بتروحي اذا حابه تشتكي ويصير في عندكم مثل محاكم او شيء. لا لا اسمعي اسمعي، انت هلا خلطتي لي الموضوع كله. انت هلا هلا فهمت منك شغله، انت مش دافع على القصه بدك تتشكي على المدرسه اللي مش عم تعطيك الافاده غير ما تدفعي كامل القصه، من هيك قالوا لك روحي على القضاء المستعجل. صح، هي هيدي هي النقطه، مش النقطه انه ما عم يعطوك الافاده او الافاده مش متوفره. الافادات ما انا متوفره الا اذا سكرنا كامل القصه، واللي هو حضرتك بتعرفي هن ما درسوا انجو 3 شهور. نعم. وباقي الاونلاين كله ما استفادوا منه. بس النقطة مدام ريبيكا إنه يعني كيف الواحد بده يشتغل أو كيف الواحد بده يعيش بأجواء إنه كان الوزير حضرته هو مصرح بتمه إنه تعوا على الوزارة خدوا الإفادات من عنا. رحنا لعندهم أتاري لا، هن بعدهم بكل مدرسة محطوطين، بكل مدرسة خاصة محطوطين الإفادات، هي شهادة ترفيع بتروحي لتتفاوضي مع المدرسة بيقولوا لك ما بدنا نعطى ولا بتاخدوها ولا بتحصلوا عليها إلا إذا بتكون تسكروا كامل المبلغ. طيب. هلأ أنت وين ببيروت ولا وين؟ نعم. ببيروت. نعم. تضررت شيء المدرسة اللي أنت عم تحكي عنها؟ زيز أكيد، ومثل كل مدرسة يعني أقل ضرر من البور. طيب، لأنه إجا كتير مساعدات لهالمدارس، كانت بتقدر بالمساعدات، مدارس متضررة عم بحكي، وللمدارس الفرانكوفون إجاها مساعدات كانت تقدر تعود على هالناس اللي مش قادرة تدفع قسطها كرمال حتى يقدروا ياخذوا الإفادة ويكملوا حياتهم الجامعية. هي وشبابنا وشبابنا ما يطلعوا بلا علم، لأن إحنا بهمنا كتير العلم، ما بدنا نطلع جيلنا بلا علم. هذا هو اللي انا عم بطرحه مدام ريبيكا، انه اذا وزير التربيه هو حكي انه بتاخذوا الافادات من عندي وما حدا يدفع، انا رح ارجع احكي نحكي مع وزاره التربيه بهذا الموضوع. بتمنى عليك تعطيها لريتا تحت الهواء اذا ما بدك تقولي على الهواء اسم المدرسه حتى نحن كمان نبلغ الوزاره بهذا الموضوع. بتمنى. صار عنا اياها، صار عنا اياها، قالوا لي اهلا وسهلا فيك. باخذ كمان اتصال. الو. الو، اهلا تفضلي. الو، يعطيك العافيه مدام ريبيكا. اهلا تفضلي. معك رنا من طرابلس. ايه اهلا ست رنا، تفضلي. اما دم ريبيكا، انا يمكن في متصله اتصلت وشكت شوي عن الوضع الاقتصادي اللي صاير بالبلد، بس بفتكر ما مثل طرابلس، يعني فوق اللي نحن عم نعيشه بطرابلس والاجواء التشنجات اللي عنا بطرابلس، بتنزلي على اي سوبر ماركت ما في يوم الثاني بتلاقي غلى الاسعار شيء منه طبيعي. يعني انا عم بحكي صرخه وجع، يمكن هلا ملايين هون بطرابلس ما طبيعي الغلا مدام ريبيكا، شيء مثل الكذب. ونحن معروف في منطقه طرابلس يعني منطقه الفقراء، يعني المستور يعني انجا يدوب صار يعني يا دوب مدام عم بتلاقوا بحاله. عم بتلاقوا بطرابلس بالسوبر ماركت او الكاكين الكبيره عم بتلاقوا المواد المدعومه الغذائيه مدام ريبيكا، بيحطوا مدام مواد مدعومه، بعد شوي ثاني يوم بتجي انه لا رفعوا الدعم. لما لا. رفع الدعم ما فيني خبرك شو صار، ما فيني خبرك، يعني صاري على التعبئة انه كرتونة البيض 17,000، واذا بدك تروحي على مطرح فلاني يا ما بعرف اذا فيني اقول اسمه، نعم بتوقفي طوابير وبيزلوكي لحتى تاخدي كرتونة البيض. قديش تاخديها تاني يعني مطرح تاني؟ اذا بخبرك شو صار انا معي، يعني مثلا معلش سوري بهوا تشيكن مثلا ب 12,500 بتوقفي طابور من الساعة 7:30، مطرح تاني ب 12,000. طيب. مطرح تالت ب 17,000. طيب انا اللي بدي اقوله لقلك شغله، اول شيء الدعم المواد الغذائيه ما وقف، بعده مستمر، وهلا مفروض بهالمرحله هي الناس تلمسوا، لانه لما انطرح وصار يقولوا ما شفناهم وما لقيناهم كان بعد البواخر مش جاي، بعدها مش موضب. اليوم ما بقى في حجه نقول انه مش موجودين هال 200 صنف، تصور 200 ل 300 صنف بالسوبر ماركت، في لهم مساحه مخصصه لهم مدعومه.
يعني حتى الناس شو ما عبالها تلاقي ولكن بالسعر المدعوم، لأنه هيدا مدعوم من خزيننا، يعني مدعوم من مصرياتنا بالنتيجة، ما حدا يمننا فيها. هذا واحد. اثنين، حكيت بالبداية إذا صدر الدجاج بدنا نترجى تيعطونا صدر دجاج، لأنه عم ياخذوا صدورة الدجاج يعملوها ما بعرف شو عملوها، ما بعرف وينها، بس بعرف إنه عم بيعوضوها بالطاووق، عم بيعوضوها بفرجة لأنه أغلى حتى يربحوا أكثر، بس ممنوع أكيد. المواطن يحصل هيدا الشيء مش مسموح. وهون برجع بدعي للناس، بدعي كمان وزارة الاقتصاد تطلع على طرابلس وبالوقت ذاته كمان إنه توقف التصدير. نحن اليوم الشعب اللبناني قبل غيره، بدنا نصدر وبدنا ندخل فريشماني، ما عندنا مشكلة، بس صح. كمان ما بدنا نحرم الشعب اللبناني ونزل الشعب اللبناني يوقف طابور تياخد شقفة الجي. عيب عيب، هذا الشيء كثير معيب، وهيدي منا إنسانية. وحكيت بالبداية بما فيه الكفاية، إذا عندهم شوية ضمير بعتقد. بكل الحالات أنا بتمنى عليك تطلبي كمان 1739 هي حماية المستأخرات، تشرف على طرابلس كمان وتشوف شو عم بيصير بموضوع الأسعار. باخد اتصال بريك ومنرجع نتابع. نتابع الحلقة عنا عبر الـ MTV، وكتير عم تلاقي اتصالات بخصوص الناس اللي اخذ قروض، إن كان قروض شقة أو قروض بالدولار الأمريكي. اليوم عم ينطلب منها أنه تدفع بالدولار، وطبعاً كلنا بنعرف موضوع الدولار اليوم ما منلاقيه إلا بالسوق الموازي، حتى منقول سوق السوداء، لأنه مش متوفر عند الصيارفة ولا بالمصارف. مع العلم هو لو كان متوفر بالمصارف كان بفتكر ما كنا وصلنا يلي وصلنا له اليوم، ولكن اللي عم بيصير اليوم عم يطلبوا منهم يدفعوه بالدولار، وعم بيكلف الدوبل إذا مش أكتر، وعم بيصير في دعاوى كمان، يعني عم بيجرجوا هالناس على الدعاوى وعلى المحاكم، لأنه كلنا بنعرف يوم واقع البلد، ومش مضطرين هؤلاء الناس اللي عاملين هن كانوا هالقرض هيدا إن كان بالدولار أو كان باللبناني عاملين حساباتهم عليه. اليوم تخربطت الأمور، ولكن في تمني إنه يقدروا يدفعوا إذا بالدولار يدفعوه على اللبناني على 1507، مع العلم إنه في مصارف عم تاخدوا 1515 أو 20، بعده أفضل ما إنه يدفعوه إنه جيبوا دولار من برا على السعر الموازي وكل يوم بيومه. هيدا شيء أكيد رح يكبد الكثير، وفي كتير ناس ما رح تقدر كمان تكمل الدفع، وفي عالم أكيد رح تشوف حالة صارت بلا بيت، يلي كعاتي كان كل وقتها وتشيل من مصرياتها ومن معاشها حتى يكون عندها بيت. بالمقابل إذا صار هيك وما عندهم بيوت، شو لمين منترك البيوت؟ يعني منعملها مزادات بكرة؟ هيدا الشيء ما بيجوز، لأنه الدولة مفروض تأمن السكن، لأنه من كرامة الإنسان. بتمنى أن في قضاة بلشوا ياخدوا إجراءات أو قرارات قضائية بيلي عم يدفع يلي بالدولار بدهم يدفعوا باللبناني. نحن بنشكرهم أكيد، وبتمنى تتعمم هذه العملية. بياخد اتصال. ألو ألو ألو. بمتابعتنا لكن صار اتصال، اتصل فيه أحد المواطنين من أجراء بلدية بيروت، ويلي قال أنه كان في اتفاق أنه لما بيطلعوا على التقاعد الأجراء انه يطلع لهم تعويض ما، وبوقتها كان في اتفاق، ولكن احدهم او احداهم ما بعرف صار في اشكاليه بالناس، بدها ناس ما بدها، طلعوا بلا هالتعويض هيدا. اليوم عم بيناشدوا رئيس بلديه بيروت جمال عيتاني بالموضوع. انا اليوم كنت عم تابعها لاعرف شو بدي جاوبهم، عرفت انه في مجموعه منهم التقت برئيس بلديه بيروت الاستاذ جمال عيتاني وشرحت له الوضع، حاولت الاتصال فيه مرد، اكيد بكون عنده يمكن اجتماع، بعثت له مساج فويس حتى اقول له انه نحن بهمنا نعرف على شو اتفقت واذا في من حل لهذا الموضوع حتى نعلنه للناس، لانه مش كلهم راحوا لعند رئيس البلديه وخبروه. بقى من هيك نحن حاضرين، لانه نحن اي شكوى بتوصل نحن منتبعها، منشوف وين صارت ومنوصلها. بقى انا بانتظار اكيد مسوع تاني يتواصل معنا حتى يخبرنا إذا اتفق معهم شو أخذت قرار البلدية، حتى نضم نحن كمان متابعين هالشكوى مع الناس اللي اتصلوا فينا. كلنا بنعرف اليوم قديش القيمة الشرائية اتدنت لليرة اللبنانية، وإن شاء الله يعني بلدية بيروت تاخد بهالإجراء أنه تعطيهم تعويض، لأنه للحقيقة كيف بدهم يستمروا؟ هذا كلنا بنعرف اليوم عم نزيد الفقر، يعني عم نزيد الفقراء، وهذا شيء لا إنسانيا، وخصوصا بالمدينة يلي تضررت بهذا الانفجار الكبير. باخذ اتصال. الو الو. ايه تفضل. بونجور بونجور
بكرمال البنوك ايه؟ انا وغيري. نعم. يعني انا مثلا اخذ سياره من بنك بي ال سي بجبال. ما تسمي اسم البنك بس تفضل. ايه اوكي اوكي. قدمت طلب من 4 أشهر انه ادفعهم كلهم كاش باللبناني لانه عم بدفع انا فاتورتي هي دولار بس عم بدفعها باللبناني. نعم. قالوا بعد فترة 3 أشهر بيقولوا لي بدك تحط مصاري بالبنك ونحن بنصير نسحب منهم شوي شوي. قمت قلت لي يعني إذا ضرب الدولار صار مدري قديه يعني بياخذون على الدولار شيء أكيد. طيب أنا معاشي كله ما بيعمل $250 وسيارتي 257 وين أجار بيتي وين أجار بيت بيي طب كيف بدنا نعيش؟ نحن هيدا اللي عم بقوله في كتير مصارف ما عم تقبل بالدول يعني بالدولار بدها بالدولار ودبر حالك. وإذا يعني بدك تدفعه يعني نحن هيدا في منهم راحوا عند كتاب العدل يعني دفعوا سيارة عند كاتب العدل ولكن المصارف في منها ما وافقت بموضوع كاتب العدل وصار في دعاوى وبصير بدها محامي وكلنا بنعرف عمليتها وهيدي شغلة يعني إذا واحد دفع عند كاتب العدل بيقلك أنا عملت واجباتي آخر الشهر كل إخشار بدفع بما يوزي أكيد باللبناني ولكن في مصارف وقفت يعني الناس اللي كان عندها بعد شيء وقفت لهم قلت لهم لا أنا نحن بنسحبكم ما بدنا إياكم عنا كزبائن وفي ناس رفع عليها دعوة من هيك هيدا القرار بده يتاخذ قرار على مستوى الدولة على مستوى مصرف لبنان على مستوى جمعية المصارف لأنه ولا حدا بيقدر اليوم انه يأمن بالدولار لانه ما في دولار يعني حتى الصيرف اذا رحت لعنده بقول لك لا ما عندي دولار وبدنا نروح يعني بنكون نحن عم نشجع السوق السوداء وبنكون نحن عم ما بنعرف يعني سعر السوق باليوم بيكفي انه كل التجار اليوم تمشي حسب السوق ما بتمشي حسب مصرف لبنان لا ماشي اليوم قد ايه فتح السوق الموازي بنمشي عليه هيدا شيء ما بيجوز يعني في ارباك عند اصحاب المحلات في ارباك عند الناس اللي عندها قروض وفي ارباك بالبلد نحن ليه بدنا سوق موازي ما بدنا سوق موازي ينعطوا الدولارات للمصارف بتنحل كثير من القضايا وبتتحل حل كثير من الامور باخذ كمان اتصال الو تفضلي بونجور بونجور كيفك مدام ربيكا؟ الحمد لله معك لولا ظاهر أهلا مدام لولا أهلين فيكي أنا عندي بالبيت كانت المي من شي شهر ونص مسكرة ما بتفوت على البناية نعم قدمنا طلب بشركة المي إجوا ساولنا المي طلعوا جابوا مكنة نفخت ما بعرف شو نظفت الأسطر قشط الرمل قشط طلحوها للمي بعد ما صلحوا المي قشط رصيف لأنه رصيف فوق الأسطل تمام قشط هبط الرمل ومشي نزل البلاط وتكسر كل من المدخل حكينا البلدية على أساس يجوا يساووا رصيف قال هاي شغلة شركة المي هني ما عندهم متعاهد شركة المي قال هني ما عندهم متعهدين بس بيحفروا ما بيسكروا نعم بس هاي يعني مشكلة نحن ما بنقدر نمد إيدنا لأنه هيدا رصيف عام نعم والمدخل البناية عنا ناس كبار يعني ما مسترجعين خليهم يطلعوا من باب البناية لأنه بيوقعوا فكيف بدنا نحلها؟ بأي منطقة مدام؟ طريق جديد ساحة أبو شاكر ببيروت يعني؟ ايه مدخل بناية ضافر الزعيم بساحة أبو شاكر بنص الساحة بس أنه بدنا حل ما عم بيردوا علينا لشركة المي هو هلأ موضوع المتعهدين ما في متعهدين لا أشغال ولا مي ولا شيء ما في هلا وقفت كل شيء ما بعرف لانه سعر الصرف اليوم لانه ما بيقدروا يكملوا بهذا السعر الصرف وقف كل الاشغال وهيك ومعك حق لانه مؤسسه عامه ولانه هيدي طريق عام ما بحق له للمواطن هو يعملها ما بحق له ولا بلديه بترضى واحد يفتح بدون ما يسكر يعني بدها تسكر اذا ما تسكرت بالزفت اقله بالباتون بس ما في يتركوها توفونو لانه بترجع اكيد بدها تقشط اكثر بتصير مصيده اضافيه يعني على كل الميلات في خطر وفي على السلامه العامه هلا انا الصراحه لانه ببيروت ورح جرب انه شوف مع مؤسسه بيروت وجبل لبنان اذا شغله مش كبيره بضم في يعني طوارئ اذا بدنا لانه احنا كمان بدنا نحمي الناس ما بدنا نحمي الناس كمان يعني شو النفع اذا اجت المي وحدا تفركش وكسر اجره ما بيقدر يفوت على المستشفى ما راح يقدر يامن اذا بده شلف حديد ولا بردون يعني من المستلزمات شو بنكون عملنا يعني في مشكله كبيره باخذ بعض اتصال الو
تفضل. الو، يعطيك الف عافيه. اهلا، معك حسن. حسن من عكار. اهلا استاذ حسن، تفضل. مدام، بس انا كنت بدي الفت لنظر لشغله. اليوم انا عملت مبادره وعملنا جروب على الواتساب ممرضين ممرضات ومجازين. نعم. نحن اليوم شايفين المستشفيات ما عم يقبلوا كثير توظيف، الوضع البلد مش كثير منيح، مع انه البلد بحاجه لممرضين وممرضات. صح. نحن عملنا على الجروب مساعدين ومجازين ممرضين وممرضات، ونحن عم نشوف هلا بركتي عبر هل عنا انه نشوف اذا حدا بحاجه لرعايه مسنين بالذات، حدا بحاجه لحدا يهتم فيه. يعني انتوا خليني افهم لحضرتك، انتوا مجازين ولكن ما عندكم شغل، ولكن انتوا بتشتغلوا اشغال، يعني اذا حدا عنده مريض بالبيت، اذا حدا. صح. وين انتوا موجودين؟ بعكار؟ صح صح، بعكار. هلا بعكار عملنا الجروب على الواتساب. شو اسمه الجروب؟ هوم كير لبنان نيرسينج. هوم نيرسينج كير لبنان. هوم نيرسينج لبنان. هوم نيرسينج كير لبنان. كير لبنان. طيب ان شاء الله انه انا بالعكس، نحن بدنا الناس تعيش بكرامتها، وحق كمان انتم تفتشوا على شغل. في كثير ناس ما بتعرف. نحن رح ندخل عليها، ورح ان شاء الله بحلقه بكره هيك بنضوي عليها اكثر. اهلا حسن، تكرم عينك. صورة اليوم نشوفها سوا. صورة اليوم عم بتشوفوا المية ألف ليرة، لأنه هو وضحها حاكم مصرف حاكمية مصرف لبنان. إذا كانت ثلاثة خطوط خضر ولا الخطوط الزرق، هن اثنيناتهم شرعيين، يعني بحسب مصرف لبنان انه هن منن مزورين. حبيت، لانه كثير انسألت رجعت عن الموضوع، حبيت اوضح ونحط الصوره لنقول انه ان كانوا ثلاث خطوط خضر ولا الصوره الثانيه اللي هي الخطوط الزرق، هن منن مزورين وبيتم التعامل والتداول فيهم. بعطيكم موعد بكره دائما عبر الحل عنا ام تي في، وبدي اقول على صفحتنا بتلاقوا كل مراكز الشؤون الاجتماعيه اللي بتتقبل طلبات الاستمارات الفقر. أهلا وسهلا.